هاي جايز، معكم حصان قناة حصة جيمز. اليوم أول شيء شكرا على 35 ألف مشترك، قبل 100 ألف مشترك. واليوم راح نسوي تحدي إن ما نلمس لون رمادي، فراح يكون صعب لأن الشارع رمادي والملابس يمكن نلبس بالغلط رمادي والبيوت يعني بعضهم مشكلهم. يلا اشتركوا. يب كفو. المهم يلا نبدأ. أول شيء لازم نروح البقالة اللي هو هذا، لازم ما نلمس اللون الرمادي. فأنا راح أجيب السكوتر لأنه مش لونه رمادي وأقدر أعبره بسرعة. أوكي، يعني كل ما نروح مكان لازم نسوي شيء غير. يعني الحين مثلا وقفي، لازم هالمرة نسوي شيء ثاني. بنقز هنا، بسم الله، يس، الحمد لله. إنه لازم نسوي شيء غير، فهمتوني؟ يا حرام، طاحت غشاشة، طحتي. سكتي، استغفر الله، أقصد طحتي. أنا ذايب السلم. يا ويلي. أوكي عادي، أعطيناك فرصة ثانية. أعطيك آخر فرصة. بسم الله. أوكي الحمد لله. يا الله، في بنات كثيرين يبوني يطيحونه. والله ما يصير غش، البنت طيحتني. اف، نعم خير. انت اللي طيحتيني، ما ادري هاي. انت مشهورة؟ يب، انا مشهورة. راح انا اتابعك بس نسيت قناتك عشان سحبت. ويلي، حلفي. شكلها كذابة، والله ما ادري. والله لحظة، بصورك عشان بنتك، ها؟ قصدها بنت خالتي تشوف. ملابس. والله خفت على بالي رمادي. ايه، تحبست. يا الله، اوكي راح اغمض عيني واختم ملابسي. اذا طلع لي رمادي خلاص خسرت. اوكي راح اختم ملابسي، ما حبيت افتح. بسم الله، ابطل عيني. يا الله، اوف، خسرت بالتحدي. لبس ملابس رمادية. هذا كان فيديو، لا تنسوا لايك. اوه ماي جاد، توها دخلت. وبس جايز، هذا كان فيديو، لا تنسوا لايك شير سبسكرايب. باي.